عايز المايسترو. بعد الفاصل سنتابع اخبار اليوم السابع عن نص البان التاني برجوع الهرم الرابع برجوع الهرم الرابع من ارض امثل سلب توابع درب الاولي من ارض ننابع اسكندرية هتشوف ايدومها ماضي الافاتار حضر التاني عالشياطين هتشن هدومها مش هتصور اوعى تحور عالمكشوف مش عالمتدور رامي ابواب حضرت عفاريته واللي يدور يتعور رامي ابواب حضرت عفاريته واللي يدور يتعور اما السلطة في قلبي جيها ارض الموت صعب تعديها اي كتبة على ارض غريبة ترسان جيشنا تولع فيها احنا النسر احنا الحر عاملين جسر في قلب الميه انتم مين يا ولاد الخيبه عشان تتحدوا الداخليه حضر النسر وفتح باعه وسط الحرب بعد اتباعه باعت زرف في قلبه قصيفه بتقول ان الجو بتاعه احنا ملوك المشويات مش لاقيين على الساحه منافس اسم كبير من غير اثبات احنا حيتان بس انتوا خنافس صحبه من دي صحاب سجنيكي اوعى تقول على حد صديقي صاحبك شبه المطول ليبي عدمته فيش لسلاح افريقي بند الصحبة ده ملوش لازمة وقت الشدة بيعمل ازمة مصلح جي اصحاب موزية وعلى ما فيكو على سن الجزمة صحبة مين دي صحاب من ياسي صاحبك عنده ليه الاساسي صاحبة فيلا اصحاب كارتلة والنبي عني ما توجع راسي انا بتقلم من جوايا جوا دماغي من الف حكاية انا مش عارف اصالح شدك زي 36 انا في الحرب هطلع عينك فريق السما والارض يا صاحبي هو الفريق ماليني وبينك رامي عبوهاب مش حسبة بسيطة اللي عادنا يلبس في الحيطة على وضع كل الناس عارفاني انا الزعيم وانت ابن عبيطة انا الزعيم وانت ابن عبيطة كتب التاريخ سجل في دوانه ابن الاسد سيطر في مكانه عشان ادي بعده لحم فارسته والنسر عاش بيضحى عشانه القرد بيجدل للفيل بيقول له ينفع كده يا زميل الجبن بقى سايد في الغابة حتى الديابة صباحهم تماثيل الفيل قال له الصبر يا بابا يتقال يا قرد الصبر جميل في الاصل اصل لعب على الابوة هي اللي جابت سبع عويل لا تقول لي جرينك ولا متعدد النسر يفعل مش بيهدي لو جاي تتصورك في الجهة في الارض تريح وتمد في الارض هتريح العب وهبعت لكم تحية بدون لكل الدنيا رسالة النسر عاش رمز الحرية واسم الدخلة مليان رجالة شد سلاح سحابة سحابة على ارض هنا مليون دبابة رامي عبو وهاب الهرم الرابع والنسر في الحرب بيتغاب سلام سلاح لحاضر او غايب ان كان رضيع او شاب او شايب انا عبو وهاب بتمس عليكم بالحب نبقى اصحاب وحبايب قلناها قبل الطيبة دعيبة والناس مريبة والخلاعة عجيبة ما بقيتش عارف للناس وصفة بقوا فينا نلعن للتركيبة لما بنسى وليهم بصفة بلا الصحاب جايبين لي مصيبة القلب بالحسرة صباح مصفة يرحم زمان زمان اللعيبة الصحبة عايزة عبوة نسفة صحاب زايبة وشوشة كئيبة الدنيا بكرة تقول لنا اسفة عشان عليك طولت الغيبة يمكن ساعتها تموت من لو حسيت انها عني غريبة دارا جابوا ارض الاشقية انزاجة في الدنيا بحالة والمسعى الحضرة الابلية الدعجة تسلم برجالة الدعجة تسلم برجالة صاحبة مين شكلك بتهزر صاحبك لو محتاج يتعذر صاحب كلب احسن في الشدة حتى يهوها ولو متجنزر صاحبة مين دي صحاب دي كاية لو في معاهم قالوا معايا صاحب سألته فينك يا زميلي الله اصل انا كان عندي حكاية صحبة قالة دول مصلح جية يخسروا بعض لاجل وليا ولا يفهموا في وصول ولا عشرة ولا يعرفوا معنى الصحوبية صاحبك فلس ومعدن وقشرة صاحبك ندلة اصل امه ذكية صاحبك ندلة اصل امه ذكية رامي عبد الوهاب الهرم الرابع
فرحتنا ومفيش حيتان يجوا على سكتنا. احنا العصافرة عملنا الطفلة والدنيا تولع في جيتنا. كتبنا شفرة في ورق البفرة لمجد الست قدام بيتنا. الليلة فرحة عروسة وطلحة أجمل عروسة فيكون عروستنا. صاحبي الجدع رمز الرجولية درع الحدود ده سد المية. حسن السلام علم الأعلام ألعب وهب بعد الوضحية. الرائد عبد الرحمن سيدان هنقوله على قائد البحرية. احنا ملوك المشويات والأسماك لعبتنا معلم. بالمأكولات أصناف وحاجات كل الشيفات مننا تتعلم. اسم كبير من غير إثبات عبد الوهاب في الأكل معلم. اسم كبير من غير إثبات عبد الوهاب.